السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما عدتكم خاوتي فيديو اليوم حل لغز ريبيرث ايسلند وبلو برينتا عام مجانا. خاوتي هذا اللغز صعيب للغاية وقد تعبت عليه كثير لجمع المعلومات وشرح طريقة. أرجو منكم دعمي باللايك أو سبسكرايب إذا لم تكن متتبع القناة. الهدف من حل اللغز هو إيجاد كود لفتح بوابة متواجدة في الهارد كورتز، وهو هذا المبنى موضح في الصورة. الكود متكون من 8 أرقام، وللحصول عليه يجب أولا إيجاد حقيبة مثل هذه. بجوار الحقيبة ستجد 3 صور، كل صورة راح تدلنا على جزء من الكود وراح يكون مطبوع على الحائط. هذا مثال على ذلك. الآن أنت تتساءل كيف أعرف من هي الصورة الأولى ومن هي الصورة الثانية والأخيرة، كيف أعرف ترتيب الكود؟ الجزء الأول راح يكون على يساره داش بالعربية مطة، الجزء الثاني راح يكون على يمينه وعلى يساره مطة، والجزء الأخير راح يكون على يمينه مطة. أوكي، المهمة بسيطة، إيجاد الأجزاء 3، لكنها ليست بهذه البساطة. فإيجاد الحقيبة ليس بأمر سهل، هناك 13 مكان ممكن أن تجدها فيه، وهناك 26 صورة مختلفة وهي تتغير في كل مباراة بدون نسيان الأعداء وإنغلاق دائرة الغاز. لكن هناك بعض الطرق وبعض النصائح راح تسهل الأمر، لهذا يجب عليك التركيز والصبر والسرعة. أفضل شيء التعاون مع أصدقاء لإيجاد الحقيبة في الثواني الأولى، راح يعطيك وقت أكبر قبل بداية المباراة. في الثانية الأخيرة راح تظهر الحقيبة، فانتظر هناك، وإذا لم تظهر فهي في أحد الأماكن الأخرى. أخبر أصدقائك بذلك لتقليص أماكن البحث. هناك 2 هيلو، قوموا باستغلالها. بعد إيجاد الحقيبة يجب الذهاب إلى أماكن الصور. إذا كنتم بعيدين يمكن لأحد أعضاء الانتحار والعضو الآخر يختبئ حتى يرجع صديقه. بعد انتهاء وإدخال الكود يفتح الباب وتنزل تحت، راح تلاقي البلو برينت ريد روم لسلاح الميلانو 821، وأيضا هناك لوت كثير وغاز ماسك يقاوم الغاز مدة أطول، وأيضا سبيشاليست اللي تعطيك جميع البيركس، وكيل سترايك فور سايت اللي تخليك تعرف الزون الغاز كل الجيم، يعني حتى نهاية الجيم، يعني 99% راح تربح، ولهذا يعتبر أصعب لغز في الكول أوف ديوتي ويرثون. في الأخير راح أوضح لكم جميع أماكن تواجد الحقيبة وجميع أماكن تواجد الكودات. إن شاء الله يكون عجبكم. أي سؤال اكتبه في التعليقات. تلقوا في فيديو جديد إن شاء الله. حيا بيس وشوية دم. سلام.